لص. أنا لست اللص أبدا، بل أنت، وهذه أموال الفقراء. أخبر ملكك أنني مع أهل شيرود. هيا لنتحرك. الفضل لروبن، نحن ندين له. يا مامور تكلم، أتريد وظيفتك أم لا؟ روبن هود أخذ أموالنا وذهبنا وأعاد فعلته. أريده محبوسا فورا، حالا حالا. نحن نحاول دائما ولكنه يختفي دائما أيضا. أتعني أنك لا تستطيع؟ لا، سأفعل، سأقبض عليه، إنه عدوي، امنحني فرصة. افعل أي شيء، لا يهم، أريده محبوسا. كان المأمور غاضبا وقرر أن ينصب فخا لروبن هود، فقد كان يعلم أن هناك وسيلة واحدة ليأتي بنفسه إلى القصر، إنها السيدة ميريان. ميريان هي ابنة أخي الملك ريتشارد، وكانت جميلة وقوية. رآها روبن مرة وهي تعبر الغابة بعربتها، فهاجم العربة معتقدا أن بها ثروة الملك، ولكن ما أن رآها لم يصدق عينيه، وأسقط سيفه وركع على ركبتيه من جمالها. أنا من أنت؟ كان حبا من أول نظرة. أنا ماريان. هل أنت روبن هود؟ نعم، هذا صحيح. روبن، أسمعت؟ ستقام مسابقة رماية كبيرة، والفائز سيتزوج ماريان. مأمور غبي، إنه فخ، فالجميع يعلم أن روبن هو الأفضل. لن أذهب، صحيح؟ ولكن روبن لم يستمع. هل تقول ماريان بالفعل يا جون؟ هل صحيح أن الفائز سيتزوج بميريان الجميلة؟ لا تذهب، سيقبضون عليك إذا فعلت. لا، لن يعرفونني، سوف أتنكر. يا للهول، لحظة، لن تذهب وحدك، سأتنكر في شكل دوق شتني حتى أقترب من الملك. وبالفعل ذهبوا معا إلى بوابات القلعة، ولم يعرفهم أحد إلا هس، أنت روبن هود؟ ولم تهسهس؟ لحظة، أنت مساعد الملك، ها؟ ما اسمك؟ نعم، سيد هسهس. اضحكوا، سأقبض عليكم الآن. حراس، حراس. ولكنهم وضعوه في برميل شراب. لم يعد سيد هسهسة، بل أصبح عصير هسهسة. فهمتها يا روبن؟ أنا مضحك. اهدأ، هيا. انتظروا حراس. وسرعان ما جاء دور روبن، فألقى بثلاثة أسهم الواحدة تلو الآخر، وأدهش الجميع، فقد أصابوا جميعا المنتصف. هلل الجمهور للرامي العبقري. كشف روبن رأسه وأخذ يبحث عن ماريان، ولكن أمسكوه، إنه روبن هود. أخيرا. ولكن روبن لم يخف، فهو يعرف أن رجاله معه. لا تتسرع، اترك روبن فورا والا ودع الملك جون. لا، اتركهم، هيا، لا اريد الموت.
جنود روبن فورا، واتجه مع جون إلى البوابة. وفي الطريق رأى ماريان. ماريان، أنا سأعود لك، انتظريني. سأنتظرك دائما. وفي الغابة كان روبن ورجاله يخططون للوصول إلى ماريان، حين أتى صبي من القرية مسرعا. يا روبن، لقد أمسكوا بأبي. ها؟ هيا أسرعوا. أسرع روبن ورجاله إلى القرية، وكان الأهالي يتعاركون مع الجنود. الملك جون أمر بذلك، إما أن تدفع أو تحبس. أشكر روبن هود، فقد أغضب الملك وأنت ستدفع الثمن. روبن يهتم بأمرنا على عكس الملك الظالم المستبد. ماذا؟ أمسكوا. لا، لحظة، أنا من تبحث عنه، أتركهم حالا. يا روبن، لا تستسلم أبدا، هيا أهرب. لا، دعهم يلقون القبض علي. روبن، ماذا تفعل؟ كان هدفي نبيل، ولكنني سارق، لا أريد الأطفال أن يقلدوني. قفوا معا وقاوموا للنهاية، إنه الحل. وداعا، سنلتقي يوما. حزن الأهالي على بطلهم، ولكن الرجال السعداء لم يستسلموا، وتتبعوا العربة من داخل الجبال حتى لا يراهم الجنود. روبن العظيم، حامي الفقراء، البطل، هراء، أنت لص، أحمق، مدعي. ومن تكون أنت؟ أنت تسرقهم. أين الضرائب؟ ماذا تفعل بها؟ جلوسك على العرش لا يعني أن تسرق الفقراء. لست لصا، فأنا أعطي ما أسرق للناس، أعيد لهم حقهم المنهوب. وما أن يعود الملك سيتصرف معك، وستدفع الثمن. أصمت، ألقوا به في السجن حالا. أصبحت نوتنغهام في خطر، فقد أسر منقذهم، ولكن أسيتركه رجاله؟ تاك، ماذا تفعل؟ لما تساعدني؟ لا أحب الملك جون، كنت مخطئا، هيا. لم يصدقه روبن، ولكن كان عليه الهرب، فتبعه إلى السطح. والآن ماذا؟ الآن أفوز. أين ستذهب يا روبن؟ الماء عميق والرماة في كل مكان. كنت أعلم أنك مخادع. وداعا. أحمق، لن أنجو أبدا. ولكنه نجا، فقد عام في القناة وخرج من النهر في الغابة. ترى كيف حال رجالي. وفي القلعة حدث أمر غير متوقع. عاد الملك ريتشارد لمملكته، وبعد أن خمدت النيران تجمع أهالي نوتنغهام للشكوى من الملك جون والمأمور. أعتذر لشعبي، هذا لن يغتفر. خيبت أملي يا جون، اقبضوا على الملك جون والمأمور وهسهس فورا. أرجوك يا مولاي. أصمت، كفاك هسهسة. أفرجوا عن الرجال السعداء، وأسقطوا كل عقوبات روبن، فشجاعته تستحق المكافأة. أحضروه لنكرمه. أدرك الملك ريتشارد أن ماريان تحب روبن هود وتتمنى الزواج منه.
أعجب الملك بشخصه وسعد بزواج ابنة أخيه من شخص نبيل مثله. ابتعجت نوتنغهام لتكريم بطلها، وعاش روبن مع ميريان في غابة شيرود سعداء بحياتهما البسيطة، وغنيا ورقصا مع أهالي نوتنغهام، ولم يسرق روبن ثانية أبدا. قصص عربية، البقرة السحرية. في قديم الزمان عاش فلاحان اسمهما جاك وهاري في قرية صغيرة. كان يمتلكان مزرعتين كبيرتين وأبقارا عديدة، ولكنهما لم يعملا أبدا. كانا يستأجران فلاحين آخرين للعمل في المزرعتين، وكان يعيشان في منزلين كبيرين ويرتديان أغلى الملابس، ورغم ذلك لم يكونا سعيدين. سأستأجر فلاحين أكثر لتزيد ثروتي. موافق، ونشتري ملابس حريرية، أو نجني مالا أكثر ونبني قصرا من الجواهر. أوه، يبدو مذهلا. وفي نفس القرية وعلى بعد عدة منازل عاش توماس الفلاح الفقير. كان لديه بقرة واحدة وقطعة أرض صغيرة. أهلا يا توماس، هناك رجل يبيع بقرته في القرية، هل تشتريها؟ أنا أتمنى، لكن ليس لدي مال كاف. قد أقرضك بعض المال. هذا كرم كبير منك، ولكن حتى لو اشتريتها بمالك كيف سأطعمها؟ فليس لدي ما يكفي لإطعام بقرتين معا، ولا يمكنني أن أخذ مالك كل يوم، ستضعف البقرتين. شكرا جزيلا لك يا صديقي، ولكنني راض تماما بحالي. كان توماس حكيما ومجتهدا، يذهب يوميا إلى الحقل ليعمل طوال اليوم، ثم يعود إلى منزله ويطعم بقرته. لم يطمع توماس في شيء، وكان راضيا بما لديه ويشعر بالسعادة دائما، على عكس جاك وهاري اللذان غارا من توماس. لما يشعر دائما بالسعادة؟ لا يمكن أن يكون السبب هو أرضه ولا منزله، فهما صغيران. أظن إنها البقرة. هاري، إن بقرته بالفعل أفضل من كل أبقارنا معا. أنت محق، فبقرته تحرس الحقل كله. لدي فكرة، لنشتري البقرة. وفي اليوم التالي توجه إلى توماس وطلب منه شراء بقرته، لكن ليس لدي غيرها. سندفع لك 10 عملات فضية، إنه أفضل سعر، وسيمكنك شراء أخرى، بل 2. فكرة جيدة يا توماس. ماذا تقول؟ لدي بقرة بصحة وأرعاها جيدا، كيف أبيعها لأشتري 2 ولن أتمكن من رعايتهما؟ لن أبيع بقرتي، انصرف. شعر جاك وهاري بالغضب وانصرف على الفور. من يظن نفسه؟ كيف يجرؤ على الرفض؟ نحن من أغنى الناس في هذه القرية، عليه أن يحترمنا. إنه متمسك ببقرته، سنجبره أن يبيعها لنا. أراد جاك وهاري أن يلقنا توماس درسا، فتسللا من منزلهما ليلا واتجها إلى مزرعته، وبلا أي مراعاة لصديقهما أضرما فيها النيران. وفي الصباح
أيقظ توماس وعلم بأمر الحريق، فأسرع ليجد محصوله قد دمر. أوه لا، محصولي، كيف سأعيش الآن؟ مرت الأيام ونفد كل مخزون الطعام لدى توماس، ولم يتبقى لديه شيء ليأكله هو وبقرته. مر يومان، قد أحتمل أنا، لكن البقرة لن تفعل. أنا مضطر لبيعها الآن، ومن يشتريها سوف يرعاها. كان توماس يدخر ماله في وعاء زجاجي صغير، ولم يتبقى منه الكثير، ولأنه لم يعلم متى سيعود ثانية وضعه كله في جراب وترك القرية. وفي طريقه في الغابة أدرك توماس أن نقوده ليست بأمان في جيبه. سأربط هذا في الجرس، فإذا جاء لص لن يفكر في البقرة. ربط توماس الجراب بجرس البقرة وأكمل السير، وبعد فترة مر بقرية وقرر أن يستريح قليلاً، فترك بقرته في الظل وابتعد ليبحث عن ماء ليشرب. وبجوار البقرة كان هناك متجراً للحبوب والغلال، خرج صاحبه ليتمشى. إنه يوم ممل. رأى البقرة واقفة تحت الشجرة فاقترب منها، وما أن أدارت رأسها إليه حتى سقطت منها عملة فضية. هاي، كيف هذا؟ قرر أن يقترب ويتحقق منها، وما أن اقترب حتى سقطت عملة أخرى من رقبتها. ماذا؟ إنها بقرة سحرية. لم يلحظ التاجر جراب العملات المربوطة بالجرس، وظن إنها بقرة سحرية، وقرر أن يشتريها على الفور. ثم جاء توماس إليه. مرحبا بك، أهذه بقرتك؟ أجل، أخبرني ما الأمر. تريد بيعها لي؟ أحتاجها بشدة. أوه، بالطبع، كنت قادما للقرية حتى أبيعها. ماذا؟ يبدو أنه لا يعلم أنها سحرية. أوه، أنا محظوظ اليوم. حسناً، سأدفع لك 500 عملة فضية، اتفقنا؟ تفاجأ توماس وقبل العرض دون إضاعة للوقت، وأخذ النقود وانصرف على الفور، ونسى أمر جراب النقود المربوط بجرس البقرة، واتجه إلى منزله سعيداً. وما أن وصل حتى وجد جاك وهاري ينتظرانه عند الباب، وقد ظن أن توماس سيعود حزيناً، لكنهما وجد ابتسامة كبيرة على وجهه. يا توماس، أنت تبدو سعيدا. بالفعل، فقد بعت بقرتي للتو 500 عملة فضية. 500 عملة؟ 500 عملة؟ أجل، وسأشتري أرضا أكبر، وسأزرع محاصيل وأبيعها، سأشتري أبقارا أيضا، وسيمكنني رعايتها الآن. بقرتي جلبت لي الحظ، والآن أنا متعب. أراكما قريبا، سلام. ومن جهة أخرى وجد التاجر جراب النقود المربوطة بالجرس، وأدرك أنها ليست بقرة سحرية، ولكن لم يكن هناك شيء ليفعله. فشلت محاولات جاك وهاري في رؤية توماس تعيسا، وبالرغم من أنهما أغنى منه شعر بالفقر والدونية. أما توماس فلم يكن سعيدا هكذا من قبل.
شعر جاك وهاري بالخيبة وانصرف على الفور. اشترى توماس أبقارا عديدة وقطعة أرض كبيرة ولم يتوقف أبدا عن العمل، فزرع المحاصيل والغلال وباعها في السوق، وبسبب عمله الجاد أصبح أغنى فلاح في قريته. قصص عربية. الفتاة الكسولة والفتاة المجدة. عاش رجل مع زوجته في منزل في قرية بعيدة، وكان لكل منهما ابنة من زيجة سابقة. أحبت الزوجة ابنتها وكانت تحضر لها الملابس الجديدة ولا تطالبها بفعل شيء، فأصبحت شديدة الكسل وتقضي يومها فقط في الإعجاب بنفسها. أما ابنة الزوج فقد عاملتها الزوجة بمنتهى القسوة. لما تجلسين؟ هيا نظفي المنزل. يا أمي لقد نظفته هذا الصباح. لا تجادليني، نفذي الأمر. حسنا يا أمي. كانت الفتاة تقوم بكل شيء ولم تشكو أبدا، وكانت تعيد العمل نفسه مرات عديدة بلا كلل. راقبها والدها وشعر بالأسى وعجز عن فعل شيء، فقد أصبح ضعيفا وصحته معتلة. عزيزتي أنا آسف، ليس لدي أي شيء. لا يا أبي لا تأسف، فقد أحببتني وراعيتني، وجاء دوري الآن لأرعاك. سأعمل وأكسب نقودا. إنه وقت صعب حقا، ولكن سيمر. سمعت الزوجة كل هذا. يا لها من فكرة، سأرسلها لتعمل عند عائلة غنية، سأجعلها تكسب نقودا، وما تكسبه سيكون لي. وسأعيش مع ابنتي الحياة التي تمنيناها. أنت محقة، حاولت، ولكن هي تخشى على نعومة يديها وقدميها. سيفقدها العمل جمالها، وأيضا ابنتك ليست بهذا الجمال، والعمل لن يؤذيها أبدا. لقد قررت، في الصباح ستخرجين للبحث عن أسرة غنية. ما أدراها بالجمال، ليس عليك عمل ذلك. لا يا أبي أنا سأعمل، وإلا لن نحصل على شيء أبدا. لا تقلق، لقد علمتني جيدا، وأثق أني سأكافئ على تعبي. وفي الصباح استعدت الفتاة للخروج للبحث عن عمل لدى أسرة غنية، ولم تعطها الزوجة طعاما أو شرابا، ولكنها لم تبالي. أعتني بنفسك جيدا، تذكري لا ترفضي مساعدة أحد، واجتهدي وأدي عملك دائما من قلبك. نعم سأتذكر ذلك يا أبي. انصرفت الفتاة وصارت من تل لآخر ولم تجد شيئا، صارت لأيام بلا فائدة، ولكنها لم تفقد الأمل وتذكرت كلام والدها. لا ترفضي مساعدة أحد، واجتهدي وأدي عملك دائما من قلبك. والآن علي أن أجتهد لأجد عملا، هذا ما علي، وسأفعله من قلبي. لا يهمني الوقت ولن أيأس. وبعد قليل مرت بشجرة متكلمة وجافة تماما. مرحبا، أذاهبة لمكان؟ إذا ساعدتينني في التخلص من فروع الجافة سأرد لك الجميل يوما. أوه بالطبع.
تسلقت الفتاة الشجرة وكسرت كل الفروع الجافة. لم تتوقف حتى أصبحت خالية ومستعدة لتنبت من جديد. شكرتها الشجرة وأكملت الفتاة طريقها. سارت حتى وجدت كرمة تموت وبجانبها فأس غريب الشكل. ثم تكلمت الكرمة: مرحبا، إذا حفرت بجانبي سأرد لك الجميل يوما. أمسكت الفتاة بالفأس وأخذت تحفر وتحفر حتى تقرحت يداها. ياه، لقد تألمت. لا عليك، سأشفى، كان علي أن أساعدك. شكرتها الكرمة وأكملت الفتاة طريقها حتى مرت بفرن مكسور ونادى عليها: يا فتاة، إذا جعلتيني أبدو نظيفا سأرد لك الجميل يوما. رأت الفتاة شروخا في الفرن ففكرت لحظة، ثم أحضرت طينا ومزجته بقدميها وغطت به شروخ الفرن، فعاد الفرن كالجديد. شكرا، ولكنك اتسختي. لا عليك، سأغتسل بالماء، فقد كان علي أن أساعدك. أكملت الفتاة طريقها حتى مرت ببئر متسخ ونادى عليها: مرحبا، إذا أخرجت الماء العفن ونظفتيني سأرد لك الجميل يوما. أخرجت الفتاة الماء العفن ودخلت البئر جيدا. اتسخت ملابسك. لا عليك، سأنظفها، فقد كان علي أن أساعدك. شكرها البئر وأكملت الفتاة طريقها حتى سمعت صوتا صغيرا ولطيفا. كان كلبا شعره طويل ومتسخ. إذا مشطتيني وحممتيني في النهر سأرد لك الجميل يوما. فعلت الفتاة ذلك وأصبح الكلب نظيفا وسعيدا وشكر الفتاة. اغتسلت الفتاة في النهر وانصرفت. حل الظلام سريعا ومرت الفتاة بمنزل يعيش به سبع جنيات. آسفة على الإزعاج، لقد حل الظلام، أيمكنني البقاء؟ أين كنت؟ كنت أبحث عن عمل، فلتعملي هنا، فهذا المنزل به سبع غرف، عليك أن تنظفي ستة منهم كل يوم، لكن تذكري لا تدخل السابعة. موافقة؟ أوه، هذا رائع، شكرا، سأفعل ذلك. فعلت الفتاة ذلك. كانت تنظف الست غرف كل يوم ولم تنظر أبدا إلى السابعة. مر عام وجنت الفتاة نقودا وأرادت العودة إلى والدها. نريد أن نعرف الآن، ألم تشعرك الغرفة بالفضول؟ علمني والدي أن أقوم بعملي، ومنذ جئت عملي كان أن أطيعكن. نحن سعيدات بأمانتك يا فتاة واجتهادك معنا، تعالي سنكافئك. أخذتها الجنيات إلى الغرفة السابعة التي كانت ممتلئة بالعملات. تدحرجي فوق العملات، وما يلتصق بك خذي. فعلت الفتاة ذلك وتدحرجت فوق العملات الذهبية ثم الفضية، والتصقت بها العملات فلمعت كالنجمة. ودعت الجنيات ورحلت، وفي طريق عودتها قابلت الكلب ثانية وقد أصبح مغطى باللآلئ. اقتربي، لقد ساعدتينني من قبل، هيا خذي ما شئت من اللآلئ. لفت اللآلئ حول معصميها وقدميها ورقبتها وشكرت الكلب، وصارت حتى قابلت البئر الذي نظفته.
اقتربي، لقد ساعدتينني من قبل. اشربي الماء واروي عطشك. كانت هناك أباريق بجانب البئر، فأخذت الفتاة واحدا وملأته وشربت حتى ارتوت، ثم شكرت البئر وسارت حتى قابلت الفرن الذي أصلحته. تعالي، لقد ساعدتيني من قبل، تناولي الخبز والكعك. أكلت الفتاة حتى شبعت وأخذت البعض لوالدها، ثم شكرت الفرن وسارت حتى قابلت الكرمة التي حفرت لها. اقتربي، لقد ساعدتيني من قبل، اشربي عصير العنب. شربت الفتاة حتى اكتفت وأخذت البعض لوالدها، ثم شكرت الكرمة وسارت حتى قابلت الشجرة التي ساعدتها، وقد أصبحت الآن خضراء ومثمرة. اقتربي، لقد ساعدتيني من قبل، كلي كمثرى طازجة. أكلت الفتاة ما أرادت وقطفت البعض لوالدها، ثم شكرت الشجرة وسارت. عادت إلى المنزل وسعدت لرؤية والدها بصحة جيدة منتظرا بالباب. جرت عليه واحتضنته. جاءت الزوجة وصدمت لرؤية صحة الأب وثروة الإبنة، فقد كانت مغطاة بالذهب والفضة وأكثر من هذا بكثير. تجاهلاها وصار معا للداخل. أدركت الزوجة أن زوجها لن يعطيها شيئا، فنادت على ابنتها وطالبتها بالخروج للعمل عند أسرة غنية، تماما مثل ما فعلت ابنة زوجها. اسمعيني الآن، فلتكسبي أكثر منها، أثق بك، اجلبي لي ياقوتا. لوحت الفتاة مودعة وسارت، وبعد قليل قابلت شجرة جافة تماما وطالبتها بقطع فروعها الجافة وسترد لها الجميل. أنت جادة؟ لن أوسخ يدي وقدمي من أجل فروعك، مهما حدث لن أفعل. ثم سارت حتى مرت بكرمة تموت وطالبتها بالحفر جانبها وسترد لها الجميل. تحت هذه الشمس لن أوسخ يدي وقدمي من أجل جذورك أبدا مهما حدث. ثم سارت حتى مرت بفرن مكسور وطالبها بإصلاحه وسيرد لها الجميل. أنا لن أوسخ يدي وقدمي مهما حدث. ثم مرت ببئر وطالبها بتنظيفه وسيرد لها الجميل. أنت بئر به ماء، نظفي نفسك، لن أوسخ يدي وقدمي مهما حدث. ثم سارت حتى مرت بكلب وطلب منها أن تغسله في النهر، ولكنها جرت صارخة أنها لن توسخ يديها وقدميها مهما حدث. ثم وصلت إلى منزل الجنيات وطالبت بالبقاء لليلة، ومثل ما حدث من قبل عرضنا عليها العمل لمدة عام في تنظيف الغرف الست. تذكري، ابتعدي عن الغرفة السابعة. وافقت الفتاة ونظفت الست غرف يوميا، ولكن بعد فترة تمكن منها الفضول ودخلت الحفرة السابعة. كانت مظلمة، وبدلا من الذهب والفضة كان هناك ضفادع ونحل، ولسعوها بشدة حتى غطتها الجروح. لم تنتظر الفتاة وجرت من المنزل، وفي طريقها وجدت الكلب مغطى باللآلئ، فجرت لتأخذ بعضها ولكنه اختفى، وبعد قليل وجدت البئر الذي رفضت تنظيفه، وحينما حاولت الشرب منه ابتعد عنها الماء، وبعدها قابلت الفرن الذي لم تصلح وكان به خبز وكعك، ولكنها احترقت عندما اقتربت منه. ثم قابلت الكرمة
التي لم تساعدها، ورفضت الكرمة أن تعطيها عصيرا رغم عطشها الشديد. ثم قابلت الشجرة التي لم تساعدها وقد أنبتت وأثمرت، وحاولت أن تأخذ ثمرة كمثرى، ولكن كلما حاولت أن تمسك بثمرة تبعدها عنها الشجرة فلا تستطيع ذلك. أكملت الفتاة طريقها. كانت الأم تنتظرها على الباب، ولكن الفتاة كانت مغطاة بالجروح وملابسها ممزقة ومتسخة. أرأيت؟ لم ينفعك الكسل بشيء، بل التواضع والقلب المخلص. لم يعد لكما مكان هنا، ارحلا. تركت الزوجة والفتاة المنزل، وعاش الأب مع ابنته في سعادة أبدية. قصص عربية. حلم بائعة اللبن. كانت جيتا فتاة شابة تعيش في قرية صغيرة مع جدتها، وكان لديها بقرتان وتبيع اللبن. اعتادت جيتا حلب بقرتيها يوميا، وحمل إناء اللبن على رأسها إلى المدينة لبيعه، ثم تعود إلى منزلها في المساء. اعتنت جيتا بالبقرتين، فكانت تطعمهما وتنظفهما. أحبت الجدة جيتا التي كانت تحلم دائما بأن تصبح أكثر ثراء. أوقعتها أحلام اليقظة تلك في المشاكل. جيتا، لقد خرجت البقرتان وحدهما. لما أنت شاردة هكذا؟ أوه، أنا آسفة جدا، كنت أحلم. أفكر. تفكرين ثانية، تحلمين بأن تصبحي ثرية. عليك أن تعملي، فالأحلام لن تجعلك ثرية، بل ستكلفك الكثير يوما. ولكن جيتا لم تستمع، ولم تتوقف أحلام يقظتها. وفي يوم نادتها جدتها إلى المطبخ قبل أن تذهب لبيع اللبن. يا عزيزتي، ليس عليك الذهاب اليوم إلى السوق. ولما يا جدتي؟ هناك حفل زواج في القرية المجاورة غدا. سيحتفل آل سربانش بزواج ابنتهم. سيأتي أشخاص سيحضرون الحفل. أتفهمين؟ زواج يبدو حدثا مهما. سيأتي كل الأغنياء، ولكن لما لا أعمل؟ أسيغضب آل سربانش؟ لا يا صغيرتي الحلوة، طلب آل سربانش من ضاهيتهم أن تعد كل أصناف الحلوى اللذيذة، وطلبت هي مني أن أرسل لها إناء كبيرا من اللبن الطازج لتستخدمه، ووعدت أن تدفع لنا ضعف ثمن يوم كامل في السوق. إنها فرصة جيدة لنحصل على المال والاحترام من جيراننا. الضعف؟ جدتي، هل يمكن أن أحضر الحفل؟ سأتأكد أن الجميع يعلم أن الحلوى مصنوعة من لبننا، والسيدة سربانش ستعرفني على الضيوف. سأتأنق جيدا وسأسير بفخر، فنحن مجتهدون وسيحترموننا وسيعرفني الجميع. لا تبني قصرا في الهواء، فلبننا لم يصل حتى إلى القرية، ولم تشمه الطاهية بعد، وأنت تحلمين بأنهم سيعجبون بالحلوى. ماذا أفعل معك؟ أسف يا جدتي، سأوصل اللبن. هيا خذي. تذكري عليك ألا تسقطي منه قطرة على الأرض، فليس لدينا غيره اليوم. ولا تتوقفي أبدا بلا سبب،
فقد اتفقت مع آلي سربانش إذا لم يصل اللبن في موعده لن يدفع الضعف، ولن نحضر الحفلة أيضا، فسيكون عارا علينا رؤيتهم بعد ذلك. اطمئني يا جدتي، سأعتني بالإناء واللبن، بعدها سنصبح أغنى من آلي سربانش وسيشترون اللبن منا فقط. تذكري يا جيتا. أجل أجل، لن أبني قصرا في الهواء. وداعا جدتي. كوني حذرة. كان الطريق ممتلئا بالحصى، وكانت جيتا تحب رائحة الأزهار والتوت لكن تكره السير. ما أجمل هذا الطريق. ولكن الحصى يؤلم قدمي. لا يهم، سأبني بيتا في المدينة ولن أحتاج للسير ثانية. سأغتني وسأستريح. سارت وهي تدندن أغنيتها المفضلة. الإناء ثقيل جدا. لا يهم، سأشتري عربة بثيران وستحمل العربة الحمل عني، وأنا سأستريح مثل الأغنياء. سارت جيتا طويلا واقتربت من القرية. أمطار قليلة وأغتني. ولكن فيما سأنفق النقود؟ أشتري بقرة؟ لا، فسأضطر إلى حلبها وحمل اللبن إلى السوق. عمل شاق. دجاج؟ أجل، سأشتري بالنقود دجاجا. نعم. وأين سأبقيه؟ سأبني له كوخا. وكيف سأبنيه وحدي؟ غدا في الحفل سأطلب من آلي سربانش أن يساعدونني. لما لا؟ فهم يأخذون لبن أبقارنا ولديهم خدم كثيرون. سأبقي الدجاج بالكوخ وسيبيض بيضا كثيرا، وسيفقس البيض ويزيد الدجاج، وسأبيعه بسعر مرتفع وسأكسب نقودا كثيرة، وبها سأشتري العربة وسأضع بها البيض والدجاج واللبن، وسأبيعهم في السوق وسأجني نقودا كثيرة، وسيكون لدي خدم وحشم. سأكون سيدة مهمة، أهم من السيدة سربانش، وسيطلب رجال أغنياء كثيرون الزواج مني وأنا سأرفض. وبينما جيتا تحلم بقول لا، هزت رأسها بقوة وسقط إناء اللبن من فوق رأسها محرقا جلبة. تحطم الإناء تماما وسال اللبن على الأرض. جلست جيتا تبكي، فأحلامها والدجاج والبيض والعربة أصبحت بلا قيمة مثل اللبن. لا، لن أذهب إلى القرية، ليس لدي لبن، ولن أذهب إلى الحفل أيضا. ماذا سأخبر جدتي؟ أصبحت جيتا تسمع صوتا واحدا، صوت الجدة. لا تبني قصرا في الهواء. قصص عربية. الأقزام وصانع الأحذية. في يوم من الأيام عاش صانع أحذية مع زوجته. كان صانع الأحذية يصنع الأحذية الجديدة ويبيعها في السوق، وكان رغم عمله الجاد لا يحصل على ما يكفي من النقود. كان يكافحان من أجل لقمة العيش، وفي النهاية لم يعد لديه أي نقود لشراء جلد لحذاء جديد. كل ما تبقى لديه هو قطعة جلد واحدة في المتجر كله. قد تكون هذه آخر مرة أصنع حذاء، فليكن أفضل ما صنعت. جلس كما يفعل منذ سنوات عديدة
وأخذ يقص الجلد بحذر. وعند غروب الشمس كان قد انتهى من القص وبدأ يحيك الحذاء. وعند الليل وضع الحذاء فوق الطاولة. سأكتفي الآن وسأكمل صنع الحذاء غدا. أغلق باب الورشة واتجه إلى المنزل. في اليوم التالي استعد منذ الصباح الباكر. أراك لاحقا، اليوم هو آخر يوم في الورشة، سينتهي كل شيء قريبا. لا تقلق يا عزيزي، سنجتاز الأزمة، لا تيأس أبدا. علم صانع الأحذية أن تشجيعها لن يفيد، فابتسم لها وذهب إلى العمل. وعندما فتح ورشته وجد شيئا لا يصدق، فقد وجد زوجا من الأحذية ذا لون رائع وتطريز دقيق حيث ترك عمله بالأمس. كيف حدث هذا؟ حسنا، لن أهدر أي وقت، علي أن أبيع هذه التحفة في السوق. توجه إلى السوق وباع الحذاء، وبثمنه اشترى المزيد من الجلد. وظل باقي اليوم جالسا في ورشته يقص الجلد ليصنع أحذية أخرى. وبانتهاء اليوم توجه إلى منزله تاركا عمله الغير مكتمل. وأثناء العشاء أخبر زوجته بما حدث. أخبرتك، لا تيأس أبدا، فأنت مجتهد في عملك وستحصل بالتأكيد على ما تستحق. وفي الصباح التالي توجه إلى ورشته ودهش عندما وجد عدة أزواج من الأحذية الجميلة على الطاولة حيث ترك قطع الجلد. هذه معجزة، رغم كل هذه السنوات التي عملت فيها باجتهاد لم أربح ما يكفي أبدا، أظن أن أحدهم يساعدني. فاتجه فورا إلى السوق واشترى جلدا، وأخذ يقص الجلد بحذر من أجل عدة أزواج وتركهم ثانية. وفي الصباح وجد عدة أحذية في انتظاره مجددا، وجد خفا وقبقابا وحذاء رقص وآخر برقبة وحذاء أيرلنديا، وكلهم بألوان مختلفة. يا لها من أحذية رائعة، هناك شخص يساعدني بنية صافية، إذا استمر الحال لن أفلس أبدا وسنعيش سعداء. أصبح صانع الأحذية يقص الجلد ويتركه للغريب ليكمله. واستمر هذا أسابيع، كل صباح يجد المزيد من الأحذية في انتظاره، وسرعان ما أصبح مشهورا بأفضل الأحذية في القرية، وبنى لنفسه بيتا فخما. أرأيت كيف تغيرت حياتنا؟ إنها مسألة وقت. نعم يا عزيزتي، لقد شجعتيني دائما وها قد نجحنا. أجل، وعلينا ألا ننسى الغريب الذي ساعدنا، يجب أن نعرف من هو حتى نتمكن من شكره. ولكنه ينصرف قبل الصباح، كيف سنقابله؟ غدا لنختبئ في الورشة لنراه. أجل، فكرة رائعة، حتى أتمكن من شكره. في اليوم التالي كالعادة قص صانع الأحذية الجلد أثناء النهار، وفي المساء جاءت إليه زوجته كما اتفقا. أنا اختبئ الآن؟ نعم، سنختبئ خلف الحائط. اختبأ في الحجرة الصغيرة خلف طاولة العمل وانتظر. في منتصف الليل سمع صانع الأحذية وزوجته أصواتا صغيرة، فنظر خارج الحجرة ودهش عندما رأى قزمين لطيفين في ملابس ممزقة يتسلقان النافذة. قفز بالداخل، كان القزمان يهمهمان ويرقصان، وكان أسعد شخصان رآهما صانع الأحذية. وبعد أن رقص معا جلس القزمان على الطاولة وبدأ في العمل. فقص وحاك ولون وزين الأحذية واحدا تلو الآخر، وراقبهما صانع الأحذية وزوجته، ودهش صانع الأحذية من مهاراتهما،
وأخيرا انتهى زوج آخر من الأحذية. قفز القزمان من النافذة واختفيا. إنهما قزمان ويأتيان لمساعدتنا، لابد أن نقدم لهما شيئا. نعم بالطبع، ولكن ماذا يمكن أن نفعل؟ كانت ملابسهما قديمة جدا وممزقة، فلنعطيهما ملابس. إنها فكرة عبقرية، سأصنع لهما أحذية جديدة. سأحيك ملابس ثقيلة وجميلة. عمل الزوجان على هدايا القزمان، وبعد أسبوع حاك صانع الأحذية زوجان من الأحذية برقبة من الفراء، وصنعت الزوجة معطفان صوفيان وقميصان وسروالان جميلان. ستكون الملابس والأحذية رائعة عليهما، أنا متحمسة للغاية لرؤية هذا. إن غدا هو ليلة العيد، سنزين الورشة ونترك هذه الهدايا على طاولة العمل. زين الزوجان الورشة وترك الهدايا على طاولة العمل، وعند منتصف الليل سمع صوت القزمين. دخل القزمان كالمرة السابقة وكان سعيدان ويرقصان، ولكنهما دهشا عندما رأيا الطاولة. أين عمل اليوم؟ انظر إلى هذه الملابس والأحذية الجميلة. إنها ملونة أيضا، لابد أن صانع الأحذية يريد أن يشكرنا. لابد أن عملنا أعجبه. فلنجربها. ارتدى القزمان الملابس والأحذية وناسبتهما تماما. تبدو وسيما. وأنت تبدو رائعا، إنها ملابس مدهشة. وهذه أحذية جميلة، أريد أن أرقص بها. لنرقص يا أخي. ورقص مرة أخرى في سعادة. كان صانع الأحذية وزوجته سعيدان لأن القزمين أحب ملابسهما، وبعد فترة قفز القزمان من النافذة واختفيا. خرج صانع الأحذية وزوجته من الحجرة. يا عزيزي، أنا سعيدة أنهما أحب الهدايا. وأنا أيضا، إنه وقت الاحتفال، هيا بنا. وفي يوم العيد قص صانع الأحذية الجلد وتركه على الطاولة للقزمين، ولكن عندما عاد في الصباح لم يجد أحذية، فذهب ليخبر زوجته. لم يعد القزمان ولم يكن هناك أحذية. لا عليك، لقد ساعدانا بما يكفي، فلتعمل ثانية كما كنت في الماضي. أجل، سأعمل بنفسي، لقد تعلمت ماذا يحتاج الناس وماذا يحبون، وسأصنع أفضل الأحذية. مرة أخرى عاد صانع الأحذية إلى عمله القديم قبل ظهور القزمين، وصنع أجمل الأحذية على الإطلاق مثل ما كان يفعل القزمان تماما. قصص عربية. علاء الدين والمصباح السحري. في يوم من الأيام في مملكة في الصحراء العربية، عاش خياط فقير وابنه علاء الدين الذي كان يلعب دائما مع قرده أبو في السوق. وللأسف توفى والده وهو في السادسة عشر. أمي، سأعمل وأحضر نقودا، لا تقلقي. فعمل علاء الدين في متجر والده، وذات يوم جاءه شخص غريب. مرحبا يا علاء الدين، سمعت عن وفاة والدك ولم أكن في المدينة وقتها. أنا لم أرك من قبل، من أنت؟ أنا عمك، وكنت أعيش خارج البلاد لسنوات. ياه عمي، لقد سمعت عنك من والدي. لقد جئت لأريك مكانا سريا، كنز مخبأ، تعال معي، هيا بنا.
حسنا هيا بنا. ركب علاء الدين جمله وبدأ الرحلة. سافر لأيام في الصحراء ووصل أخيرا إلى جبلين بينهما واد ضيق. ها قد وصلنا، اجمع العصي لنشعل نارا. وما جعلت النار ألقى الرجل بها مصحوقا وبدأ يتمتم بكلمات سحرية. اهتزت الأرض وانشقت وظهرت من تحتها صخرة رخامية عليها خاتم. ما الذي يحدث؟ أنا خائف. لا تخف، افعل ما أقول. تحت الصخرة هناك كنز سيكون لك، فعليك إذن أن تفعل كل ما أقوله. أولا خذ الخاتم. أخذ علاء الدين الخاتم فانزاحت الصخرة وظهر من تحتها سلم للنزول. في نهاية هذا السلم ستجد حديقة بها فاكهة، مر بها دون أن تلمس شيئا وإلا ستموت في الحال. استمر في المشي حتى تصل إلى مكان به مصباح مضيء، أفرغ ما به من زيت وأحضره لي. سيحميك هذا الخاتم من الخطر. نزل علاء الدين على السلم دون أن يلمس جدرانه الذهبية، وأسفل السلم وجد حديقة الفاكهة. إن الفاكهة تبدو لذيذة. كان جائعا ولم يستطع أن يقاوم قطفها، وما أن قطف تفاحة تحولت إلى ياقوتة. ياه. وقطف عنبا فتحول إلى لآلئ. جمع علاء الدين كل ما استطاع في طريقه، وسرعان ما رأى المصباح المضيء فأفرغ ما به من زيت ووضعه فوق الفاكهة. عاد علاء الدين إلى السلم حيث كان عمه ينتظره. أسرع، أعطني هذا المصباح. ساعدني يا عمي، يداي ممتلئتان. يا لك من سخيف، فلتعطني المصباح وإلا ستبقى هنا للأبد. ومن غضبه ألقى الساحر تعويذة سحرية وأغلق الباب الحجري وحبس علاء الدين بالكهف. عمي عمي أخرجني، عمي عمي. كان علي ألا أصدقه. بكى علاء الدين أياما طويلة في انتظار أن ينقذه أحد بلا جدوى. فليخرجني أي أحد من هنا، أرجوكم ساعدوني. وبينما هو يتمنى لمس الخاتم ولدهشته انتقل إلى منزله. أين كنت طوال هذه المدة؟ بحثت عنك في كل مكان. حكى لها علاء الدين القصة وأراها الكنز الذي أحضره. هذا المصباح قديم جدا. مسحت المصباح لتنظفه ودهشت عندما خرج منه جني ضخم. سيدتي، تمني شيئا فأنا عبد لحامل المصباح. ذهل علاء الدين وأمه. طلبت الأم من الجني مأدوبة طعام لأنهما جائعان، وفورا أحضر الجني أطباقا فضية على المائدة. ثم ظهر في الأطباق طعام لذيذ كاللحم المشوي والحلويات والمخبوزات وأكثر. أكل علاء الدين وأمه حتى امتلأ. باعت الأم الأطباق في السوق واشترت أشياء ضرورية. ذات يوم كان علاء الدين يسير في السوق مع أبوه، وفجأة سمع إعلانا. أغلقوا المتاجر، أخلوا الطريق، من سينظر إلى الأميرة سيقطع رأسه. أميرة؟ لم أرى قط، لابد أن أراها اليوم. اختبأ علاء الدين خلف كومة براميل وجاء موكب الأميرة. وبينما كانت تنظر من بين الستائر فتن علاء الدين بجمالها. ياه، إنها أجمل فتاة رأيتها في حياتي، سأتزوجها. أسرع علاء الدين إلى أمه وأخبرها بحبه. كيف تفكر في الزواج من الأميرة؟
سيقتلك السلطان إذا عرف بذلك. أنا مستعد لهذا، فقط اذهبي إلى القصر وقدمي عرضي. خذي بعض الجواهر كهدية. أخذت الأم بعض الجواهر وغلفتها بالحرير وذهبت بها إلى قصر السلطان. منعها الحراس من الدخول، ولكن كان السلطان شغوفا ليرى ما بداخل الحرير. أدخلوها. أشكرك يا مولاي، أنا أطلب يد ابنتك لابني، فقد وقع ابني في حب الأميرة. سيكون مهينا لابنتي أن تعيش مع رجل فقير مثل ابنك. ثم ما الذي أحضرتيه داخل هذا القماش؟ فتحت القماش وأرت السلطان الجواهر الثمينة. لم أرى جواهر جميلة كهذه من قبل. أنا منبهر، ولكن قبل أن أقبل عرضك يجب على ابنك أن يثبت ذاته. عليه أن يحضر 40 صينية ذهبية من نفس الجواهر، وكل صينية يحملها عبدان يلبسان أغلى الملابس. سمعا وطاعة. أخبرت الأم علاء الدين بشروط السلطان. لا تقلقي، دعك علاء الدين المصباح وطلب من الجني كل شيء. أحضر الجني خدما يحملون الجواهر في صواني. خذيهم إلى السلطان، سيسعد هذه المرة. ذهبت الأم إلى القصر في الحال وقدمت الهدايا. أبهرتيني ثانية، ولكن على ابنك أن يبني قصرا فخما لتعيش فيه ابنتي. أخبرت الأم علاء الدين بشرط السلطان، فدعك المصباح على الفور وأخبر الجنية بأمنيته. بنى الجني قصرا فخما في الليل في مواجهة قصر السلطان، ثم مد بساطا من قصر علاء الدين إلى قصر السلطان. رائع يا جني، والآن أريد ملابس ملكية وحصانا جميلا. كما تتمنى يا سيدي. ألبسه الجني أرقى الملابس، وامتطى علاء الدين حصانا أبيضا إلى قصر السلطان. سعدت برؤيتك أيها الشاب، لقد أثبتت ذاتك. أنت تستحق الزواج من ابنتي. أعلن زواجكما، قوموا بالاستعدادات. كان زواجهما سعيدا، وامتلأت المملكة بالسعادة والبهجة، وأصبح علاء الدين مشهورا في كل الممالك والبلاد بعد زواجه، ووصل الخبر إلى الساحر أيضا. كيف هرب هذا الصبي من الكهف؟ لابد أنه سرق مصباحي ليصبح غنيا، سألقنه درسا. ذهب الساحر إلى مملكة علاء الدين وتنكر كبائع للمصابيح، وتوجه إلى قصر علاء الدين بعرض مثير، لكنه لم يكن موجودا. أيبدل أحدا مصباحه القديم بآخر جديد؟ سأحضر لعلاء الدين مصباحا جديدا، فمصباحه أصبح قديما جدا. أعطت مصباح الجنية إلى الساحر، فدعك المصباح على الفور واستدعى الجني. سيدي، تمنى شيئا، فأنا عبد لحامل المصباح. خذ هذا القصر والأميرة إلى مكان بعيد جدا في الصحراء، حيث لا يمكن لأحد أن يجده. وفي لحظة اختفى القصر، ورأى السلطان من النافذة ما حدث، فأمر بإحضار علاء الدين على الفور. لقد فقدت ابنتي بسبب خدعك السحرية. أمامك 4 أيام لتعيدها، وإلا قطعت رأسك. أنا سأجدها، هذا وعد. بحث علاء الدين في المملكة لمدة 3 أيام ولم يجد الأميرة. علي أن أستعين بالخاتم، سيساعدني هذا. أتمنى أن أرى أميرتي. وسرعان ما وجد نفسه أسفل القصر. كان القصر موجودا في الصحراء الواسعة، فتسلل إلى الداخل ووجد الأميرة جالسة، فتعانق وبكى. أخبرته الأميرة بما حدث. لا تقلقي، لدي خطة للهرب،
وإعادة المصباح. وهمس علاء الدين في أذنها وأعطاها زجاجة دواء كان دواء يفقد الوعي لمن يشربه. واختبأ علاء الدين خلف الستائر وجاء الساحر إلى القصر. عزيزي مصطفى، اشرب العصير الذي صنعته لك أرجوك. ملكتي، لقد انتظرت تلك اللحظة منذ زمن بعيد، أعطيني إياه حتى وإن كان سما سأشربه. وضعت الأميرة العصير في الكوب وأضافت له الدواء ثم جعلته يشربه. هل يبدو لك كل شيء مظلم هنا؟ أغلق الساحر جفنيه ببطء ثم سقط على المائدة. خرج علاء الدين على الفور وأخذ المصباح من سترته. سيدي سيدي، تمنى شيئا، فأنا عبد لحامل المصباح. أعدنا إلى مملكة السلطان ومعنا القصر، واترك هذا الساحر الماكر في وسط الصحراء حيث لا يمكنه الخروج منها أبدا. نفذ الجني الأمر وعاد إلى مملكتهما ثانية، ولأن علاء الدين كان شجاعا منحه السلطان تاجه وأقام له حفلة تتويج ضخم، وعاشوا جميعا في سعادة أبدية.